فبنبقى واضحين جدا في كلامنا، وفي نفس الوقت منتهى الادب والرقي والاحترام في الرد، وعمرنا ما بنغلط في حد ولا هنغلط في حد. فعلاء عبد الغني، كابتن علاء عبد الغني، قال هو واحد زميله في فريق تاني خالص ملناش علاقه احنا، يعني واحد حكى حاجه في فريق مش النادي الاهلي خالص، كان بيلاعب النادي الاهلي اللي هو الزمالك، حاجه حصلت ما بينه ما بين علاء عبد الغني واحمد غانم سلطان. المفروض ان انا اعمل ايه يعني؟ ما زعهاش ليه؟ عشان ايه؟ ما هو في احد لاعبي نادي الاهلي، او انا اسف نادي الزمالك، طلع وقال لك حاجات ما كانتش بتحصل، مش هقول ايه لان هو شخص يعني انا بحبه الحقيقه، او كان لاعب كره قدم ياما لعبنا على بعض انا وهو، فانا بحبه، طلع قال لك كلام برضو كلام الحقيقه ما ينفعش ان حد يعلق عليه، ومحدش طلع علق عليه ولا حد نفاه ولا حد قال لك، مع انه كلام طبعا صعب جدا ان هو يتصدق، ولكن مفيش مشكله اللي يقول يقول. فالحقيقه موضوع من لا موضوع، موضوع من لا موضوع، وقناه مش عارف ايه جايبه فلان عشان تتكلم على ايه، والراديو الفلاني جايب مين عشان يتكلم عن ايه ويرد، واصل احنا الموضوع كبر قوي. ماشي يا جماعه، ما خلاص ما تتفرجوش على قناه الاهلي النادي الاهلي، انتوا حرين. اللي مش عايز مش عارف اقولها ازاي، ولكن اللي مش عايز يتعلم الاحترام والادب والاخلاق والرقي ما تتفرجوش بقى على قناه الاهلي، انتوا حرين. طبعا انا ما بكلمش جمهور النادي الاهلي، انا بكلم بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لكن احنا ودي حاجه كويسه انا عمري ما بزعل منها، كل كلامنا بيروح لكل الناس، لكل الناس، ودي شيء مهم جدا بالنسبه لنا، شيء مهم جدا، وشيء كلنا بنبقى سعداء بيه جدا جدا جدا. انا ما بتكلمش على نفسي بالمناسبه، انا بتكلم على قناه النادي الاهلي، عشان ما حدش بس ينسب ان انا بقول على نفسي، انا بتكلم على قناه وعلى شاشه قناه النادي الاهلي. سياسه معينه وبنمشي عليه، هو ده ليه احنا بنعمل كده؟ حفاظا على حقوق النادي الاهلي. هو النادي الاهلي لما دخل في جدال قانوني، طلعت مع حضراتكم هنا قلت لكم ادي الجواب اللي مبعوث من العميد محمد مرجان رئيس او المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مبعوث للمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، ووريت لحضراتكم المراسلات اللي استخدمتها اللجنه القانونيه في النادي الاهلي علشان تبرر موقفها القانوني الصحيح في الوقت بتاع قبل تأجيل المباراة، اللي قال لك أصل هتتخصم من النادي الأهلي 9 نقاط وهيتخصم من النادي الأهلي مش عارف إيه، الكلام اللي حضراتكم كنتوا يعني كان في بعض بيتكلم عنه. فأنا مش ذنبي في النهاية بعد كل هذا الأمر، أنا آسف مرة تانية إن أنا طولت في هذا الموضوع، ولكن هو الموضوع أنا حسيت إن هو عمال يكبر 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 من لا شيء. أهو هو ده الهدف تقريبا هو ده الهدف. ده ماتش 4-3 في الكاس. هات لنا المروحه كده تاني عشان واضح ان المروحه دي متعبه شويه. بس ايوه خلينا بقى في المروحه. ماشي خلاص تمام تعال لي. دي كانت مباراه طبعا كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ما هي مباراه النادي الاهلي اللي هي 4-3 اللي فاز فيها النادي الاهلي في الثواني الاخيره. الهدف ده تحديدا كانت النتيجه 2-1 لنادي الزمالك، والكره اتلعبت راحت لشوقي، اتلعبت بالعرض ابو تريكه حطها جوه زي ما حضراتكم شفتوه كده. مين مغطي مين مش مغطي مش بتاعتنا. مين اتكلم مع مين ولا مين قال لمين ايه برضو مش بتاعتنا، ولكن ضيف او في تقرير من التقارير اللي احنا بنعملها، ضيف من الضيوف اللي بتطلع في التقرير قال كلمتين شكرا، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى وبقى بسيط جدا. فعمرنا ما هننسى المباراه دي، وعمرنا ما هننسى المروحه بتاعت ابو تريك، كده كده هنفضل فاكرين مروحه ابو تريك، ونقدر يعني يا ريت اقدر اعملها لكم كمان، مفيش مشكلة بالنسبة لي.